يعني طفولتي قضيتها في بيت جدي في المحرق، وكان بيت كبير وخوالي فيه، واللي ربوني خالاتي، وكانت تربية نعمة تربية. وأهم شيء في تلك الفترة إنه أنا كانت في مكتبة صغيرة عند جدي، وهو الواقع خوالي اللي مسوينها، وعجبت به وأنا صغير جدا، يمكن عمري 8 سنوات 9 سنوات، وبدأت أقرأ بنهم. وشنو أقرأ؟ يعني أقرأ الهلال وأقرأ المقطم وأقرأ يعني مجلات صعبة جدا والطفل ما يقدر يتحملها، إنما كنت أقرأ بنهم. وأذهب إلى مدرسة المعاودة في المحرق اللي هي مدرسة خاصة عند السوق، وبقيت في تلك المدرسة حوالي 2 سنة. وفعلا كانت مدرسة أنا أعتقد وضعت أسس جيدة تعليمية، لأن كانوا يعني إنجليزي وعربي وتاريخ وكذا يعني موجودة. وعقب ما انتهيت، والدي كان يذهب دائما إلى الهند سنويا يجيب بضائع، فقال لي يعني شريك إن نعطيك فلوس وتجي معي كل سنة، وأعطيك فلوس وتشتري بضائع والربحية لك. وكنت أترك المدرسة رغبة في هالشيء، يعني تعرف أنا صغير ونوع من يعني جري لموضوع التجارة. إنما يعني لسوء الحظ توفيت والدتي وأنا عمري حوالي 12 سنة، فوالدي لم يذهب في رحلته، وأنا كتبت رسالة إلى حسين محمد حسين، مشهور جدا، أستاذ فاضل رحمه الله، وقلت له أنا يعني أبي أدخل المدرسة الهداية. وكان حوالي مر على فتح المدرسة، على بداية المدرسة حوالي 2 شهر 2.5 شهر. في أيامنا هذه اللي البيروقراسي كان يمكن ما قبلوني، قال أنت متأخر، هو قبلني وقال تعال. فما كان في بيروقراطية. إيه والله يا أخي. ووضعت في الصف الخامس ابتدائي، أتذكر تماما. ويظهر أني اجتهدت اجتهاد شديد، لأني طلعت الثاني في صفي، وحبيت يا أخي المدرسة، لأن هاي أول مدرسة كبيرة وفيها رياضة وفي كذا. من قبل تعرف يعني المعاودة مدرسة تروح وذي وتطلع في بيت كانت. إيه، فحبيت المدرسة كثير وحبيت التعليم. فلما جاني والدي السنة اللي بعدها وقال يلا نسافر، قلت له لا، أنا خلاص أحببت المدرسة وراح أبقى في المدارس. فخلصت الابتدائي في المحرق، انتقلت إلى الثانوية في المنامة. يوم ما كان في المدرسة. إيه، ولأني طلعت الصف الثالث الثانوي الأول في صفي، صرت أحد أعضاء البعثة اللي ترسلهم الحكومة إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. فإذا أنا كنت يوم الأول على البحرين؟ إيه إيه إيه، كانت يعني من هم أرسلوا أولا بعثة إلى مصر، وسنة واحدة وقفوا لأن خافوا الطلاب يندمجون في المقاومة البريطانيين في مصر، وتعرفوا يتعلمون على تسقط بريطانيا إلى آخره. فنقلوا البعثة من مصر إلى بيروت، وإحنا أرسلونا بعد تلك السنة. المهم أنه في بيروت قضيت هناك، يعني خلصت الثانوية وخلصت الجامعة وخلصت كلية الطب، وتخرجت كطبيب عام، وكنت أول طبيب في تاريخ البحرين يتخرج طب الحديث. يعني يمكن كان طب شعبي غير ما هذه، بس طب حديث أنا أول واحد. يعني بحد ذاتها قصة، أول طبيب بحرين. فلما انتهيت من كلية الطب في بيروت أردت أن أتخصص، فذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتخصصت في الأمراض الباطنية 3 سنوات، ثم رجعت هني حوالي 2 سنة، مارست طب الأمراض الباطنية. لكن أيضا إجى على ذهني أن أبي فوق التخصص العام تخصص خاص،
أردت أن أتخصص في أمراض القلب، فرجعت إلى أمريكا وأيضا ظللت 3 سنوات أخرى أتخصص في أمراض القلب ثم رجعت. آنذاك البحرين اقتربت جدا من موعد استقلالها عن البريطانية أو عن الواقع الاستعمار البريطاني، فعينت كأول وزير للصحة، كانت سنة 70 ذاك الوقت أو 71، وظللت 12 سنة وزير للصحة. بعد أن أصبحت وزير شاركت في وضع دستور البحرين الأول، وشاركت في المجلس التأسيسي حكم المنصب، إيه حسب المنصب، ثم طبعا شارك كعضو في المجلس في في البرلمان، أول برلمان مجلس الوطن البطل. هاي 3 مراحل نريد نتحدث عن كل مرحلة على حدة. بداية المجلس التأسيسي، إيه كيف كان المجلس التأسيسي يومها؟ المجلس التأسيسي، شوف يعني البرلمان الذي قصدي الدستور الذي أخذناه كان الدستور الكويت تقريبا، والكويت الواقع ماخذته من مصر، ومصر ماخذته من فرنسا، فإذا إحنا في الواقع تبنينا دستور تقدمي ديمقراطي إلى أبعد الحدود، وفي يعني نقاط بالغة الأهمية. يعني مثلا الميزانية بكاملها وضعت في البرلمان، المرحوم سمو الأمير له راتب في الدستور، شايف؟ يعني وهي لأول مرة نكون معناها دخل البحرين يأتي إلى من يمثلون المجتمع وهم يوزعون، بما فيه أن رئيس الدولة يأخذ راتب معين أو مبلغ معين طبعا. فالبرلمان أنا في اعتقادي أنه كان جيد، وكانت فيه مناقشات جدا ممتازة، وكان يستطيع أن يفعل ما فعله الكويتيين تدرجا وبناء شيئا فشيئا. لكن اللي صار أنه كان في بعض الإخوان تعرف متحمسين يعني يساريين وثوريين، فأثاروا نقاط يعني في اعتقادي كانت مبكرة أن تثار. الوجود البريطاني في القاعدة البريطانية في البحرين، قاعدة أمريكية، إيه، وال يعني ما يجري في الخارج ينقل إلى الداخل كمناقشات. وأنا بذكر تماما جلست مع الإخوان وقلت لهم، قلت لهم أنتوا الآن أهم شيء في البحرين هو الميزانية، دخل البترول، وهذا أعطي لكم، أنتم تستلموا وتوزعوا. أنتم تقولون إيش قد يروح للتعليم، تقولون إيش تحت الصحة، الأمن إلى آخره، وهذه إعطاكم قوة هائلة، قوة هائلة يعني في تسيير البحرين، في كيف تسير البحرين. فرجاء ركزوا الآن على هالمواضيع، واتركوا الجوانب الخارجية وجوانب العلاقة مع بريطانيا إلى بعدين عقب ما يستقر البرلمان ويصبح قوي إلى آخره، كل هالنقاط. بس مع الأسف يعني يظهر أنه ما حماسة يعني، أو مثلا أنا بعطيك مثلا أنه أنا كنت وزير الصحة وإجي رجل ويعني اسمه خليل رجب، وكان حق ولادة وأمراض نسائية، فعيناه عندنا في الوزارة، فقامت الدنيا ما قعدت بالكتلة الدينية في داخل البرلمان، إنه شلون تجيب رجل يولد إلى آخره. وطرحت أنا في الثقة استجواب، إيه، وجيت وقلت لهم أنا خليني يعني أولا يعني يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخره، تعرف الآية الكريمة. قلت لهم أنا بس عندي نقطة واحدة، أنا أبي واحد منكم يعطيني دولة إسلامية واحدة، بس دولة تمنع الرجال أن يولدوا ويكونوا أخصائي أمراض نسائية، وأنا عقبها أستقيل. ما قدروا. قلت لهم هذا إيران مب دولة إسلامية، تفضل. الباكستان
مصر في البلاد العربية، يعني أعطيت أمثلة على دول كبيرة، قلت ما في ولا دولة. فانتهى الأمر. يعني بس أنا بقول إن دخلنا أحيانا في مماحكات، فالنتيجة إنه عندما حل البرلمان في الكويت تبعته البحرين. أنا دائما أقول حق الناس العمل السياسي مو بعمل سهل، أنت متى تصطدم ومتى تنسحب هنا الفرق بين السياسي المحنك والسياسي اللي غير محنك. لأن أنا كان بيهمني، وأنا بالمناسبة كانت يعني من بين الوزراء كلهم علاقتي الحميمة الشديدة مع الأعضاء البرلمان، أنا بدليل أن هم لما راحوا حتى إلى اليابان في زيارة بين برلمان البحرين والبرلمان الياباني، الوحيد الحكومي اللي أخذوه أنا معهم، لأن كانت علاقتي كثير طيبة. لا، وكنت دائما يعني أعطيهم أبين لهم إنه بعض النقاط اللي يجب أن تنتبهوا له. السبب في ذلك إن أنا لما كنت في الجامعة الأمريكية دخلت يعني العمل السياسي والآخر من الأمور اللي يدخلوها الطلبة، وبالتالي كانت عندي يعني خبرة سياسية في العمل السياسي والآخر. لكن مع الأسف المهم إنه تلك التجربة ما نجحت جيد إلى أن طبعا يعني القصة بعدين بقية كلها معروفة. وزارة الصحة في 12 سنة نحن قفزنا ما لا يقل عن 75 سنة، أقولها بكل صراحة. أولا تنظيما، كان من قبل 3-4 عيادات ومستشفى العين. في 12 سنة بنينا السلمانية بأقسامها المختلفة وتخصصاته، بنينا مراكز صحية في كثير من المناطق البحرين اللي هي الرعاية الصحية الأولية، قضينا على العديد من الأمراض، ديزنتري وتيفويد وسل وأمراض الأطفال وإلى آخره، حسنا الرعاية الصحية الوقائية إلى أبعد الحدود، مياه نظيفة، بلد نظيف إلى آخره. قضينا على الملاريا اللي كان 25% من شعب البحرين يصاب به، كل هذا بال 12 سنة هذه، شايف؟ وهذا طبعا لا يعود الفضل إلي، يعود الفضل إلى أن احنا كنا نشتغل كفريق، شايف؟ وبعدين شيء آخر يجب أن يقال بأن الدولة آنذاك كانت دولة رعاية اجتماعية حقيقية، بمعنى أنها مهتمة جدا بالخدمات الاجتماعية اللي هي أهم شيء الصحة والتعليم والسكن والعمل، شايف؟ فيعني كانت دولة رعاية اجتماعية بكل معنى الكلمة. وأنا دائما أقول حق الناس أنه أنا ما أذكر كوزير للصحة أو كوزير للتربية بعدين أني طلبت شيء وما أعطيت، ولا أذكر أن إحنا قدمنا مشروع تجديدي جديد وقيل لنا لا، ولا مرة عبر 25 سنة. هذا يعني أنك أنت أمام نظام حكم كان الوزير اللي يريد يشتغل خلوني يشتغل. يعني وأنا دائما أفاخر كوزير التربية أنه صاحب السمو المرحوم الشيخ عيسى جاء لكل حفلة عيد عنه، كل واحدة، وهذا فخر، شايف؟ فوزارة الصحة عندما تركتها كان بعد بدو، أو عندما جئت لها كأول وزير قصدي الطبيب، كانت الواقع يعني خدمات أجنبية إما إنجليز أو هنود أو باكستانيين، وتركتها قسم كبير منها من عن أي طريق. أولاً صرنا نرسل بعثات كثيرة جداً للتخصص، يعني الأطباء اللي تخرجوا من كليات الطب عبر الوطن العربي وخارج الوطن العربي رأساً نطرشهم حتى يتخصصون حتى يأخذون محل. وأنا أقول للناس كلهم أنا كنت أي واحد عندي أجنبي أجي لبحريني وأقول شوف هاي الوظيفة اللي فيها الأجنبي، أنا بارسلك ادرس هالتخصص وتأخذ هالوظيفة، تنتظرك هالوظيفة، شايف؟ وبالتالي كان قلب الدولة
على المواطنة، على على على, على, على البحرنة. يعني هاي شعار البحرنة أصبح شعار مقدس ذاك الوقت، أنا أقول لك إياه مقدس. ولذلك أنا دائما أفاخر، يعني الحين جاءت الملك اليوم لما قال أنه أنتم أنجزتوا إلى آخره، ما كان ممكن أن ننجز لولا أن نظام الحكم كان يترك لنا المجال أن ننجز. في أنظمة حكم كثيرة ما تترك المجال إنجاز، إنما كان إحنا متروك لنا. وأنا دائما أقول هذا الشيء، يعني أنا أذكر عدة جوانب، يعني ما أذكر مثلا أن في التربية والتعليم لما أردنا أنه نودي المعلمات إلى الجامعة اللي يحملون بس شهادة ثانوية حتى يدرسون 4 سنوات، طيب هذول 4 سنوات لازم يستلمون رواتب لكن ما يشتغلون عندنا، لازم نجيب غيرهم، هذا يبي له ميزانية، أنا ما عندي ميزانية، أروح إلى مجلس الوزراء أسمع إبراهيم عبد الكريم يقول إن أنا عندي فاض شوية، ألتفت حق الشيخ خليفة الله يرحمه وأقول له يا طويل العمر هذا الفاض أعطوني إياه حق هالمشروع، وهو جالس يقول أعطاه. هذا كله تسهيل للعملية كلها، شايف؟ أنا كنت أدير وزارتي الصحة والتربية من خلال اللجنة ما بالوزير. اللجنة مكونة من الوزير، صحيح أنه هو رئيس الجلسة، ولكن الوكيل والوكيل المساعد والمديرين كلهم في هاللجنة. يعني أنا أعتقد لما تركت وزارة الصحة وصلنا إلى حوالي 60 إلى 65% من القوى العاملة، لأن إحنا ايش سوينا؟ كم كانت قبلها أول ما دخلت؟ ما يعني ما أبي أقول شيء اللي يمكن قد يكون مخطئ، لكن أستطيع أن أقول لك إنه إحنا لما سوينا كلية العلوم الصحية في قسم تمريض، وأصبحت التمريض دراسة متكاملة وتعطي شهادة دبلوم، وعقبها طورناها إلى أن تعطي شهادة بكالوريوس. فنيي الأشعة اللي كانوا كلهم أجانب، أنا لما تركت يمكن 2/3 كانوا بحرينيين. فني الصيدلة، فني المختبرات، بدأنا كل هذا، واللي نبي نرفع مستواهم أكثر من كلية العلوم الصحية نطرشهم للخارج حتى يأخذون ماجستير أو غيره في هالأمور هذه كلها. أنا يعني هذه طبعا هي أشياء تتبي لها يعني ساعات الكلام فيها، لكن اللي يهمني النقاط الأساسية أن عملية البحرنة كانت عملية قائمة ليل نهار. جامعة، أولا خليني أقول لك أنه أنا أنشأت جامعة البحرين أولا، وجامعة البحرين أنشأناها يوم من الأيام المرحوم الشيخ خليفة كان يفتتح مبنى بنيته الكويت حق كلية العلوم والآداب اللي تابعة لوزارة التربية، وأنا كنت ذاك الوقت صرت وزير تربية. فطلعت جاوني الصحفيين قالوا تبي تصرح؟ قلت إيه. أنا أقول لكم السنة الجاية راح تكون في جامعة البحرين مكونة من هالكلية التابعة لوزارة التربية ومن كلية الخليج للتكنولوجيا اللي كانت مستقلة وتابعة يعني لدول الخليج، هذول راح نسويهم نجهم ونسوي جامعة البحرين، وتكونت جامعة البحرين رأسا. بعدها كان المرحوم الشيخ عبد العزيز الله يرحمه كان بادي تفكير انه جامعة في البحرين تكون خليجية، فنحن رأسا اخذت المشروع ومشينا فيه وطورناه وعملناه اول جامعة مشتركة في الخليج. وانا اذكر تماما اننا ركزنا على شيئين، الشيء الاول انه كان في حاجة لأطباء في الخليج في كل مكان، لأنه ما كان في عندهم كلية الطب في قطر في الإمارات في غيرها، فقلنا هذه اللي هي بتدرب أطباء للخليج كله، وفعلا صارت جامعة الخليج. الشيء الثاني أننا يجب أن نأخذ العلوم الجديدة ما بالعلوم الكلاسيكية وتأخذها جامعة الخليج وتتطور فيها. يعني أنا وأنا طبعا كنت رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج يعني طول ما كنت وزير للتربية والتعليم، وكانت جامعة يعني حديثة وتوجهاتها جديدة.
الشيء الآخر اللي يعني أبي أذكره إنه في التربية والتعليم أجرينا تغييرات كبرى. وشوف أنا لما جيت وزارة التربية والتعليم شعرت بأن كل واحد يتخرج من أي جامعة في أي تخصص أول ما يجي البحرين أخونا يبي يصير معلم، مو بلأنه يحب أن يعلم وإنما لأن هذه الخطوة الأولى عقب يفتش عن وظيفة ثانية، يعني من آخر يجرب في رؤوس أطفال البحرين. زين فأي فجينا واتفقنا أنه هذا انتهى، من الآن لا يدرس إلا من درس التربية إضافة إلى المادة اللي بيعلمها قبل أن يأتي إلى وزارة التربية. غيرها هذا قصة أنه أنا متخرج من شيء الفلاني ولا شيء العلاني لكن ما عندي أي خلفية تربوية وبالتالي لا أعرف كيف أعلم ولا أعرف كيف أدير الصف، هذا انتهى أمره. وهي كانت أول خطوة، والواقع هنا كانت الخطوة الأولى نحو تمهين مهنة التعليم. أنا ألقيت محاضرة في هولندا في أوائل الثمانينات عن تمهين مهنة التعليم في العالم، وكانت مطروحة وكان فيها رفض، ما حد يبي مهنة التعليم تكون مهنة، كانوا يريدوها أنه تكون شغل لكنها مو بمهنة مثل الطب مثل الهندسة مثل كذا. وقلت أبدا يجب أن تكون مهنة، وكأول خطوة أنه ما في أحد يدرس إلا لديه خلفية تربوية. زين الشيء الثاني أنه كانت التركيز مو على الابتدائية، بينما المدرسة الابتدائية هي أهم شيء، هناك تتكون الشخصية والعقلية والجوانب التعليمية الأساسية لغة والآخرة. فقلنا المعلمين اللي يدرسون كلهم خريجين ثانوية وبالتالي ما عندهم خبرة، وكانت الواقع المدرسة الابتدائية كان في أيضا في معهد المعلمين ذاك الوقت نعي صح لكنه على مستوى الثانوية. فقلنا له نحن نريد أقل شيء أن تكون لديهم شهادة البكالوريوس في التربية، وأرسلناهم إلى جامعة البحرين بالاتفاق مع الجامعة الأمريكية ذاك الوقت، يعني برنامج متكامل إنه يروحون يستلمون رواتبهم كاملة توصلهم الزيادة السنوية، ولما يعودون يكونون معلمي فصل. شنو معلم الفصل؟ معلم الفصل في السنوات الثلاثة الابتدائية قررنا إنه ما في شيء معلم عربي معلم إنجليزي معلم كذا، في معلم واحد هو يعلم كل شيء ويربط كل شيء مع بعض. وأهم من إنه يعلمهم شوية إنجليزي وشوية عربي إنه ينمي شخصيتهم، وإلى حد إنه وصلنا إنه في نظام معلم الفصل في نقطة في 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 يعني ساحة صغيرة التلميذ اللي يتعب ويبي ينبطح يروح ينبطح، اللي يبي يروح يقرأ في مجموعة كتب يروح يقرأ، ما في مشكلة. كنا نريد أن ننمي أطفال مستقلين وقادرين على، ولذلك أول دفعة تخرجت من نظام معلم الفصل قالوا يوم الشياطين، لأن ما كانوا يتصوروا أن التلميذ اللي التلميذ المتخرج من هذا تعلم كيف يناقش كيف يقول حق المعلم لا أنا ما أعتقد أن هذا صح. وبالتالي حتى الأهالي بدأوا يعني يقولون ليكون بعد نحن بيطلعون لنا أولاد يثورون ضدنا ويناقشوننا والآخرة، وكنا نقول لهم نعم نبي أولاد، يقولون لكم أن يبا أنت أخطأت اللي قلت لي هلون أو سوي هلون أو يا ماما أنت قاسي علي يا أخي ما فيها شيء. ففعلا وكان بهالمناسبة أول نظام معلم فصل في الأرض العربية في البحرين، لأن التلميذ أنا كان دائما يحس في نفسي ما أبي تلميذ يشعر أنه أنا والله فاشل وغير ناجح، بس لأنه ما عنده نفس القدرات والبشر مختلفين. فإيش عطينا هذا النظام يسمح للشخص اللي يشعر أنه ما عنده القدرات
ياخذ 12 ساعه معتمده. والشخص اللي عنده القدرات ومجتهد ويبي ياخذ 18 ساعه. ما في شيء، هذا ماخذ 12 غير ماخذ 18. هذا ما يشعر بالدونيه ولا يشعر بالفشل. هو اخذ اللي يقول انا ابي بس 12، ايش عاد يكون مني؟ تعرف؟ وينجح. واهم من هذا اضفنا على ذلك ان انت تختار الحجم الدراسة، ان الامتحان النهائي في الثانوية هو مجموع علامات الثلاث سنوات وليس امتحان واحد. احنا كنا نقول يا اخي التلميذ احيانا يجتهد يطلع، احيانا شوي يمكن يمرض، احيانا ابوي يموت، احيانا كذا يصير هذا الشيء، لكن هذا يوازن هذا. اما انت تيجي وتربطه بامتحان واحد، ذاك الوقت يمكن تصير اي شيء في حياته ويخرب عليه ويخرب تعليمه كله في المستقبل. فقررنا هذا الشيء، وانا اعتقد انه كان النظام الوحيد العربي اللي ايضا بهذا الطريقه. شوف احنا كنا نمجد المعلم اصدق اكبر تمجيد. احنا ما كنا نريد معلم دكتاتور، لا ابدا. انا بعطيك بس نقطة أجريناها في وزارة التربية والتعليم، أنه كل مدرسة لازم ما يديرها المدير، يديرها مجلس، والمجلس مكون من المدير رئيسا، المساعدين أعضاء، مال العلاقات الاجتماعية في المجلس، مال المكتبة في المجلس، ونص أعضاء المجلس معلمين منتخبين من قبل المعلمين في المدرسة، منتخبين، وكل سنتين أو كل ثلاث سنوات يتغيرون. صار إذن المعلمين لهم مكانة كبيرة ولهم كلمة. من قبل أن المدير لما يجي يشوف المدير واقف مثل الخادم، أصبح المدير هو منسق، ما الآمر والناهي. طيب، وأصبحت مكانة المعلم بدأ الاحترام له من خلال احترام المدرسة احترام له. هاي من جهة. من جهة ثانية كنا احنا حق مدراء المدارس عندنا إعلان، ما عندنا تعيين، احنا ما نعين. أول شيء نعلن ان احنا عندنا الوظائف التالية، قدمونها ويتقدم من يريد. وعند ذلك عندنا نظام نقاط لاختيارهم، ما في شيء الوزير ولا توصية من هنا ولا من هنا، نظام نقاط، في لجنة تشرف على هذا الشيء. النقاط تأخذ بعين الاعتبار شهاداتك الأولية، تأخذ بعين الاعتبار الشهادات اللي أخذت بعدين، تأخذ بعين الاعتبار الدورات اللي أخذته، تأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمتك في مثلا المناهج، أنت كتبت أشياء ولا غيره، وتأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات خدمتك، وتأخذ بعين الاعتبار امتحان كتابي حتى نتأكد أن لغتك لغة صحيحة. أيوة، ما تروح بعد ما تعرف لك كلمتين وتصير مدير. وتأخذ بعين الاعتبار أن عندك دبلوم في الإدارة المدرسية، وإذا ما عندك على استعداد أنك تدخل في الدبلوم، وإذا ما نجحت تترك. هذا كان يعين فترة الامتداد. وهذا أيضا نظام عملناه مع الجامعة الأمريكية، الدبلوم. وأصبح ما في مدير إلا عنده خلفية في الإدارة، وهي نقطة مهمة جدا. من قبل كان كل من هبه ودبره، لا عنده فكرة عن كيف يدير ولا غيره ولا آخر وكيف يسوي بلن. وجعلنا المدرسة فعلا قادرة على أنك ضمن سياسة طبعا وزارية عامة، ولكن تقدر هي أن تغير وتبدل وتضيف هني وتضيف هنا من أجل أن تحسن العملية التعليمية. فأنا يعني اللي أبي أقوله أنه أنا ليش كل هالأشياء أذكرها؟ طبعا عن جهتي أنا أبي أذكر أن البحرين كانت سباقة بكل معنى الكلمة. خذ شو اسمه عيد العلم السنوي، عيد العلم السنوي
أنا كنت أعلن فيه من خلال خطاب كل اللي نبي نسويه أمام المرحوم الشيخ عيسى، المرحوم الشيخ خليفة، وطبعا صاحب الجلالة عنده كان وليا للعهد. وتعرف البحرين كلها تستمع إلى ذلك الخطاب، تعرف شنو خططنا، شنو سوينا، ليش سوينا هذا الشيء. ولذلك من أفضل ومن أروع في اعتقادي الإعلانات اللي قدمناها ذلك الوقت، عندما وقفت أنا أمام صاحب السمو وقلت له في نهاية هذا القرن ستصبح أول حاكم عربي تحكم مجتمع متعلم، سنقضي على الأمية. كانت الأمية 25% ذاك الوقت. بدأنا تعليم متواصل وننتشر، والنساء كانوا يقبلون على التعليم ضد الأمية وتعليم الكبار. وأنا لما تركت سنة 95 كانت النسبة نزلت من 25% إلى 7.5%. وكان من الممكن، أنا عقب ما تركت يعني الناس اشتغلوا طبعا الآخر ونزلوا أعتقد إلى 2.5% في نهاية القرن. فنحن 2.5% ولا شيء، هذه في أمريكا في إنجلترا كلها في أمية تساوي 2% و1% موجودة. فإذا نحن وفينا ما قلناه للنسل. يعني أنت شوف التفاعل، أنا بس اللي أبي أقوله في تفاعل طول الوقت، طول الوقت تفاعل. أنا يعني واحد جاني كان يقول لي إن صاحب السمو المرحوم الشيخ عيسى كان يقول لهم والله أنا أنتظر خطاب الدكتور علي السنوي حتى أعرف بس اللي صاير. هذا مو بشيء قليل، هذا مو لأن علي، لأن الشيخ عيسى مهتم بالتعليم. لما يجي كل سنة ويوزع الشهادات حتى على المرحلة الابتدائية، شايف؟ فهذه النقاط. بعدين المعلمين تقول لي، يعني نرجع للمعلمين، احنا عندنا كل سنة نسوي مؤتمر تربوي علمي تعلمي لمجموعة معلمي مرحلة سنة، كل معلمي الابتدائية سنة، العقبها كل معلمي المرحلة الإعدادية سنة الثالثة، كل معلمي المرحلة الثانوية، نعطيهم آخر تطورات في حقلهم، نخليهم 3 أيام يناقشون كل قضايا التربية والتعليم من أجل أنه يظلوا على صلة بتوجهات العالم التربوي والأشياء الجديدة والمشاريع الجديدة. ما في يعني، أنا يعني أنا مرة ثانية أريد أن أقول أنه القضية كلها كانت قضية وجود أجواء مشجعة. أنا بنتقل من هني بس إلى بأخذ لحظة واحدة حتى أقول لك مشروع 10,000 لتدريب 10,000 بحريني لإحلالهم محل الأجانب. هذا الحين وينه؟ لأن الدولة كانت تريد البحرينيين تبي تدربهم. إحنا أول ما أدخل الله يذكره بالخير إبراهيم عبد الكريم جاب منشان تدريب على حق البنوك وما البنوك، لما صارت البحرين منطقة أساسية بنكية كانوا أول شيء 100% تقريبا كل أجانب. في خلال 10 سنوات 60% أصبحوا بحرينيين. ما في يعني كان زخم لتنمية الإنسان البحريني لكي يستطيع أن يشتغل ما يظل عاطل. أنا ذهبت إلى باريس كسفير وما كنت أعرف لغة فرنسوية أبدا. تعلمت هنا وهناك تعلمت، التحقت بالسوربون شهرين بس فقط، وبعد ذلك صرت أجيب معلمة إلي في البيت، وبعد ذلك صرت أعتمد على نفسي. وأنا اليوم يعني أستطيع أن أقول أني أقرأ كتب فرنسوية
عندما استقال أو انتهت فترة مدير اليونسكو السابق ذاك الوقت وجاء جديد، طلب من البحرين أن تلقي خطاب المجموعة العربية. هذه الدولة الصغيرة، مو بمصر، مو بسوريا، مو بالعراق، البحرين. وهي كلها دلائل. نفس الشيء في منظمة الصحة العالمية، أنا أيضا انتخبت في اللجنة التنفيذية، المجلس التنفيذي هو الذي يشرف على العملية كلها، وتنتخب أنت، وأعطيت يعني جائزة شوشة ومقدمته لإيصال البحرين للخدمات الصحية في البحرين إلى مستوى متميز. هذا من قبل منظمة الصحة العالمية، مو من قبلي أنا. هم الذين شعروا بأن هناك كان فعلا مكان متميز للبحرين، أو يعني تطور متميز. أنا قصدي أنا أيضا بعد من مؤسسي نادي التنس. تلعب تنس؟ أنا إلى الآن أمس لاعب. ما شاء الله. إيه أمس لاعبين تنس. والله إحنا عادة نغلب، لكن أمس نغلبنا مع معي محمد يوسف، أنت يمكن تعرفه من المحرك، محمد يوسف. إيه أعتقد هو كان تعبان وأنا كنت تعبان بس رمضان والصيام والآخر، لكن بس إلى الآن. ودائما أقول حق أولادي، أقول لهم أنتوا لازم تحبوا رياضة واحدة وتبقى معاكم طول حياتكم، تحزون عليها. إيه، لأن يوم من الأيام لما تكبروا أهمية الرياضة تصير كبيرة جدا. ما بدنا نتكلمون عن إنه بامشي، لا، رياضة تستانس بها. أنا محبتي للتنس تأتي من إن هي إضافة إلى اللعب والرياضة، في شيء جانب اجتماعي وضحك، غلبتك وغلبتني وذي ما راحت عليك هذه وذي دي، تعرف الخرابيط التنكيت وإلى آخره، يعني هي اجتماع أيضا. وإلى اليوم يعني أنا نادي التنس يعني له قصة. إحنا كانت البحرين فيه عدة نوادي تنس لكن كلها أجنبية. أرجع مرة ثانية للبحرين، كلها أجنبية، كانت تبع بابكو، تبع شو اسمه كيبل اند وايرلس ذاك الوقت يسموها، مش بتلكو، شايف، وغيرها الهنود والباكستانيين كلهم عندهم نوادي. لما طلعوا الانجليز كان في عندهم ملعبين صغار، يعني شو اقول لك، حالتهم انجليزيه حاله. شفتهم انا، وكنت ذاك الوقت تمنا بادين نلعب، ولكن مرة عند الهنود مرة عند هني إلى آخره. رحت حق الشيخ محمد بن مبارك الله يذكره بالخير، وكان وزير الخارجية، وقلت للشيخ محمد هذول الملعبين عطوكم إياهم تابعين للبناية اللي عطوكم أنتوا لوزارة الخارجية في الجفير، إيش رأيك تعطينا هالملعبين حتى نسوي نادي تنس بحريني؟ وطبعا كالعادة قلت طبعا خذوهم، أخذناهم وكانوا بداية ملعب التنس. واليوم إحنا عندنا 10 ملاعب، ونادي البحرين للتنس هو أصلاً هو التنس في البحرين. لولا إن كان كل هالأشياء الدولية، الشباب اللي يجون يلعبون لآخرين، كان ما في. فيعني البحرين بعد استقلاله كانت تسخر تسخر تسخر. البحرين هي اللي قدمت المشروع. اليوم في شهادة بيسموا الشهادة العربية في التخصصات الطبية، اللي هي مماثلة للشهادة العليا الأمريكية بالضبط. الشهادة الأمريكية للتخصصات الطبية، احنا الشهادة العربية. هذا كان اقتراح من البحرين. البحرين هي اللي قدمته، وبدأنا بأربع تخصصات، واليوم في 57 تخصص. ما شاء الله. أنا والله يعني شوف، بدل كلمة مفكر أنا يعني أعتبر نفسي مثقف عربي صحيح، لأنه قراءاتي كثيرة والآخر وتجاربي كثيرة. همه أنه يستعمل ثقافته
وأفكاره اللي عنده من أجل أن يفعل ثلاثة أشياء كلها موجهة للشباب والشابات. أنا معني بالشباب والشابات، أنا ما معني بكبار السن، لأن فشل وفشل ذريع في كل شيء. أنا أريد أولاً أن أوعي، أن أوجد توعية في الشباب والشابات، لأن الهجمة شديدة على التوعية. يراد شباب ما يفكرون، ولا عندهم أحاسيس، ولا عندهم ضمير، ولا عندهم التزام. أليس هذه فكرة العولمة؟ أنه أنا أبي واحد يستهلك ويهتم بالكرة ويهتم بهذا، لأن الكرة مو مهمة. الشيء الأول التوعية. أنت تعرف أنه الهجمة الأمريكية والهجمة الصهيونية هي على ذاكرة الإنسان العربي وعلى ثقافته وعلى هويته، لأن هي إذا أبعدت عن ثقافته أبعدت عن هويته، وإذا أبعدت عن هويته أبعدت عن التزاماته تجاه مجتمعه كله. إذن أول شيء التوعية، التوعية بأشكال مختلفة، في الفكر، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في سميها ما تشاء. ولذلك أنا عم بكتب الآن 25 سنة كله مركز على الشباب والشابات. هاي الجانب الأول في الشباب والشابات، لكن في جوانب ثانية. الجانب الأولاني قلت توعية، الجانب الثاني هو تجيش، وأنا أقول بصراحة تجيش هؤلاء الشباب من أجل أنه يدخلوا في العمل المدني الاجتماعي طول الوقت. لا يجوز لأي شاب، وهذه الأمة مجزأة مقسمة ضعيفة منهكة، أنه يتفرج عليها، وإذن هو لازم يشارك فيها بأشكال مختلفة، يبي في جمعية، يبي في حزب، يبي في 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 في, في أشكال مختلفة. لكن من حق هذه الأمة على كل شاب وشابة أنه لازم يكون مشارك. والشيء الثالث أنا أريد حفزه، لأن أنا خاف أنه هو يحتاج إلى تحفيز كأي شاب. فأنا كتاباتي كلها موجهة لهذا يعني لهالمجموعة من الشباب. أنا عندي يمكن حوالي، يعني إذا تبي تعرف، حوالي 1500 مقالة، وأنا الآن راح أجمعهم، لأن بعض الناس يعني قالوا لي يعني في الجرائد مع الوقت الناس ينسونهم، فأنت ضروري أن تجمع جزء منهم على الأقل في كتب. ولذلك الآن أنا في طريقي لتأليف 5 كتب هالمقالات، وعنوان الكبير إلى شابات وشباب الأمة، بعدين 1 في الثقافة، 2 في التربية والتعليم، 3 في الصحة، 4 في السياسة، 5 في التنمية والاقتصاد. شايف؟ وأريد أن يعني عقب أتوقف خلاص، يعني عقب كل هذا، لأن أنت الآن لما تكتب 1500 مقال تبدأ تعيد نفسك وتكرر نفسك، فآن الأوان يعني إنه ما فيه كذا الآخر.